بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشوف مع بعض برنامج اوتوديسك بيم 360 فيلد. نخلي بالنا ان في بيم 360 جلو، وده معناه صمغ او غيره، وهنا معناه فيلد يعني حقل. فخلي بالك من الاسامي عشان ايه محدش يسمعها يفتكر حاجه تانية، زي مثلا ما كان في برنامج اللي هو روبوت. الناس كتير بتوع الانسان آلي وكده فاكرين ان احنا بنعمل الانسان آلي ولا حاجة، بيقول ان احنا بنقطع عليهم، هي بس اسامي غريبة شوية. تمام. طيب ايه حكاية البيم 360 فيلد؟ 360 يعني اونلاين، يعني حاجات موجودة اونلاين تقدر توصلها بسهولة. البرنامج ده مستو ان انت في الموقع بتشوف ايه المهام اللي خلصت، وصلنا لحد فين، ايه المفروض يتم بكرة. طب لو انا في قلب الموقع وفي ايميل معين عايزه ضروري، وانا بس مش فاكر كان ايه اللي مكتوب، بس فاكر التاريخ، فاكر الراجل المرسل، يعني ان انا اوصل الحاجة اللي انا عايزها بسرعة، ان انا اشوف الملفات، ان انا ارفع الملفات من الموقع فاللي في المكتب يشوفها بسرعه، بينظم لي العمليه دي كلها. تمام. طيب خلينا نبص كده. ده انا مش شاطر اي برنامج خالص، ده هو ده المتصفح عادي جدا او ب 360 فيلد. فانا هاجي هنا اختار المشروع اللي انا هشتغل عليه. هنا لو في اي رسائل هتجي لي هنا على طول، لو في اي تنبيهات هتظهر لي هنا بمناظره عامه على المشروع، بيقول احنا خلصنا قد ايه وايه لسه مخلصش، ومفروض حسب الجدول الزمني هنخلص امتى، والافرش تايم الوقت، متوسط الوقت عشان نخلص كل حاجه هنقعد قد ايه. تمام. فهو بيجيب لي تفصيل كده عام على المشروع. بعد كده بقول له انا عايز اشوف ايه الايشيو، ايه الحاجات اللي صدرت مننا. تمام. فبيقول لي دي حاجات اهيت، فهم اختار، فانا عايز اعمل فلتر. تمام. هقول له مثلا فلتر بايكي الحاجات، مثلا الحاجات الخاصه بالشركه بتاعتي، او الحاجات اللي مع المعماري، او الحاجات اللي الاونر للمالك، الاي دي بتاعها لو انا فاكر الاي دي طبعا هيجيبها لي اسرع، الديسكريبشن، الكومباني، اللوكيشن، من تاريخ كام لتاريخ كام، طب السيت اب بتاعتها خلصت ولا ما خلصتش. فكل الحاجات دي بتسهل لي ان انا اوصل للحاجه اللي انا عايزها بسرعه. تمام. وممكن اعلم على اي واحده فيهم، مثلا اقول له ايديت او ديليت، عايز تعدل الايشو اي دي، ديسكريبشن، عايز ترفع صوره بحيث ان اللي يشوف التقرير دوت او الرساله ديت يبقى شاف الصوره او شاف لينك او لايبرري او ملف. تمام. فممتاز جدا في الموقع. تمام. التاسكات ممكن تشوف التاسكات على ليست او عن طريق مثلا شهر معين او ويك او داي، تفصيل اكتر. ممكن تقول له عايز اضيف تاسك جديده. تمام. ممكن تكتب اي حاجه انت عايزها، مثلا نهرب من الموقع، ده لو يوم خميس بقى عايز تروح بدري نهرب من الموقع. تمام. وتكتب بقى التفصيل بتاعتها، وهتكتب assign to عمر سليم مثلا او اي حد تاني، الفيرست نيم، اللاست نيم، الرول، الكومباني، سيف شينج. تمام. تقدر تشوف اذا كان في تاسكات تانية، يعني في تاسك كنا كاتبينه من شوية اللي هو ان احنا نكرس الموقع مثلا. تمام. فبينظم لي الحاجات، هكنس الموقع اهوت الساعة كام للساعة كام، تنظيم كويس للحاجة، بتدور عليها مش حاجة تعرف تعمل امتى. اسف. تشيك ليست، بتشوف ايه الحاجات اللي المفروض تتعمل. تمام. ايه الحاجات اللي اوبن لسه مفتوحة، وايه الحاجات اللي كلوز اللي خلصت خلاص. اي حاجة ممكن تيجي تقول له اديت وتعدل فيها، تقول له انا عايز اعملها اكسبورت او اكسبورت تو اكسل، تصدر حاجات دي الاكسل وتبعتها لاي حد. تمام. الدايل ابديت، اي حاجه بتحصل بتبقى عارف ايه اللي حصل. تمام. الاكيوبمنت في معلومات بالتفصيل، ممكن اي اكيوبمنت اروح معلم عليها واعرف اخر رساله احنا بعتناها وصلت امتى ومين المسؤول عنها، وكل تفصيل عن المكنه دي بالذات. تمام. ايشيو، ايه الحاجات المرتبطه بيها، التاسكات، الاتاشمنت، الكومنتات، فبيديني اي معلومات انا عايزها. تمام. عن الاكيوبمنت ديت، بدل ما انا اقعد ادور واعمل سيرش، لا هو بيلم لي كل الحاجات. تعالى مثلا نجرب ديت. بيعرف كل المعلومات الخاصه بالمكنه ديت. اللايبراري دي بقى ممكن ترفع بيها اي صور عندك، ممكن تقول مثلا عندي الصوره اهيت. تمام.
فدي البي دي اف اهوت اللوكيشن بتاعها، ده ادهو مشروع معين اهوت. تمام الميكانيكال هقول له فيو افتحه لي، ابدا اشوف الملف دوت. تمام، وممكن تعمل سيرش لو انت في ملف عارف اسمه وعايز تجيبه بسرعة. تمام بيقول لي في نيو لايبراري بفيو از ناو افايلابل تراي ات ناو. تمام ده شكل جديد موجود دلوقتي. طيب ممكن تشوف الملفات هنا. ممكن تقول له داونلود اكشن تبدأ تشوف هتعمل معاه ايه. انت ممكن تقول له علم على كله مثلا لو انت عايز تعملهم كلهم داونلود او اي حاجة. تمام طيب هاجي بعد كده في الفوتو. تمام لو في صور هتظهر عندك هنا. تمام هاجي هنا في ريبورت تقارير. التقارير اهو الايشيو، تقارير عن الايشيو، تقارير عن تاسكات، تقارير عن التشيك ليست. طيب خلينا مثلا نختار تقرير زي دوت. ممكن اقول له ران ناو يعني طلع لي التقرير ده دلوقتي. اقول له مثلا انا عايز التقرير ده اسمه كذا، هترتبه حسب ايه، عايزه بي دي اف ولا اكسل ولا سي اس في ولا ار تي اف، عايز اخر 14 يوم ولا من اول المشروع ولا 60 يوم زي ما انت عايز. الايشيو ستاندرد ستيتس، هل انت عايز درافت ولا الاوبن، ايه الحاجات اللي انت عايزها، بتبدأ تختار ايه الحاجات اللي انت عايزها. تمام هل انت عايز كومنت معاها ولا اديشن ريبورت ولا سيجنتشر. طيب انا ممكن اقول له كمان اسكادول يعني اعمل لي التقرير ده كل اسبوع. تمام يوم السبت الساعة كذا يعمل التقرير ده اوتوماتيك ويبعته لي. تمام فده طبعا هيوفر لي وقت. واقول له سيف سكادول ريبورت كده، يبقى هو كل سبت هيبعت لي التقرير عن اخر حاجه حصلت في المشروع على الايميل بتاعي. تمام زي ما انت شايف البرنامج قوي واللي شغال في الموقع هيحس باهميته، وان شاء الله هنشوفه برضو على الايباد بيبقى شكله ازاي.